ايه ده؟ انت رجعتي؟ رجعتي امتى؟ الصبح. طب ما كلمتنيش ليه؟ مش قلتي هتقعدي مع عزيز لحد الويكند؟ انا راجعة تاني دهب النهاردة، بس المرة دي حاط شوية شوية. قد ايه؟ وايه الشنط اللي على الباب دي كلها؟ انت محتاج تتكلم مع احلام يا سيف. هو ماما علاقتها ايه بالموضوع ده؟ ما تفهميني، انا مش فاهم حاجة. احلام واخدة قرض بضمان السنتر ومديونة، والبنك هيحجز عليه. هو انت بتقول ايه؟ مش فاهم. كلمها هي وهتحكي لك كل حاجة. هتمشي تروحي فين؟ استني بس افهميني. هلا انا ممكن اروح عند بابا اعمل كل حاجه، هاندل انا كل حاجه، بس ما تمشيش. مش هينفع يا سيف. طب انا فاكر ان احنا كنا كويسين. انا عارف ان انا ممكن اكون ضايقتك وقت انتوا، بس مش ده الموضوع. فاهميني في ايه؟ انا لو قعدت هنا اكتر من كده هموت، وانا مش عايزه اموت. صباح الخير يا نسمة. صباح الخير يا فيرا. صباح الخير. ازيك يا سيف؟ انت قاعدة فين؟ عند نسمة؟ عند نسمة. طيب انت لو عاوزاني امشي من البيت ده انا ممكن امشي عادي، يعني مفيش مشكلة، هو كده كده بيتك يعني. لا تمام، انا مرتاحة عند نسمة. انت ظبطت البيت جامد. لا اشتغلت عليه شوية، قلت يعني يمكن لو حبيت تبيعيه يجيب لك سعر احسن. طيب هبقى ارجع لك مرة تانية، شكل مزاجك وحش النهاردة. مامتك عاملة ايه؟ زي ما هي. وأحلام عاملة ايه؟ منهارة، الفترة اللي فاتت الدنيا ضاقت علينا جامد. انا سمعت. و هتعملوا ايه؟ هتعملوا؟ مش عارف، هنشوف. Thank you. شكرا عامة ان انت رديتي على مسجاتي سيف ومكالماتي. الواحد بيبقى عايش عينه في عين واحدة طول الفترة اللي فاتت دي ولا يعرف عنها أي حاجة. مش عارفة أقول لك إيه. يعني مش عارفة تقول إيه؟
أربع شهور مختفية ومش عارفة تقولي إيه؟ أمال جاية ليه؟ أنا كده فهمت. أنت جاية تكيسي البيت وتكيسيني وتكيسي علاقتنا وتشوفي هتخلصي من الدهية دي إزاي؟ مش كده؟ كلامي صح ولا لأ؟ طب لو سبت لك البيت انت بتقول ايه؟ مضيت عقد سوري وسبته لك. بتعملي كده ليه؟ عشان انت بتحب البيت ده قوي، عشان تستاهل يبقى عندك حاجه بتحبها. هل انا بحبك انت؟ مفيش حاجة هتتصلح، خلاص اللي ما بيننا باظ. ليه؟ ليه يا هلا؟ نحاول تاني، نروح لدكاترة، نعمل أي حاجة. مفيش حاجة هترجعه تاني. أنا عارف إن مفيش حاجة هترجعه، بس في ياما ناس عدت في اللي إحنا عدينا فيه ده وبيتصرفوا، بيحطوا كتفهم في كتف بعض وبيقفوا بيعدوا الموقف. مش عايزة أعديها، مش عايزة. طب ما تجيلي دغري كده وسيبك من الجو اللي انت عاملاه ده. في ايه؟ في ايه؟ مش اللي في دماغك خالص. كل اللي فينا انا كل ما ببص في وشك بشوفه طول الوقت. يا سيف خلاص، أنا مفيش حاجة هترجع تاني زي ما كانت. خلاص انت ما كنتش باصص عليه ليه؟ انت بتقولي ايه؟ انا رحت اجيب الفوطة وسبتكوا 3 دقايق، 3 دقايق بس. رجعت لقيته. انت كنت فين ساعتها؟ وانت ما خدتيهوش المستشفى ليه؟ ما خدتيهوش انت ليه؟ انا مش طايق اشوف وشك، انا همشي، مش قادر اشوفك تاني، مش عاوز اشوفك في حياتي تاني. سيف انا لازم تيجي معايا حالا. احنا بنتكلم لما تبقى تليفونك مقفول. محتاجينك ضروري. في ايه انت كمان؟ هبقى اجيبك بس يلا حالا. وين كمان؟ تعالي.